نتمنى تشوفوا العين لحظتنا بلادي بلادي نتغنى بصحة. أشاد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، وأكد أبو ريدة أن اتحاد الكرة لم يناقش كوبر في مسألة الاستمرار مع المنتخب من عدمه خلال الفترة المقبلة، ونفى أبو ريدة بأن المدرب الأرجنتيني وضع شروطا تعجيزية من أجل عدم التجديد، ويذكر أن عقد كوبر مع منتخب مصر ينتهي بانتهاء آخر لقاء للفراعنة في كأس العالم التي تحتضنها روسيا في شهر يونيو لعام 2018. أعلنت إدارة نادي الاتحاد السكندري عن تعيين محمد عمر مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للإسباني المقال خوان ماكيدا بسبب سوء النتائج، واتفق عمر مع إدارة الاتحاد على كافة البنود الخاصة بالعقد وعلى الجهاز الفني المعاون له في قيادة سفينة زعيم الثغر لبر الأمان خلال الفترة المقبلة، واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من محمد عمر مديرا فنيا، محمد نور مدربا عاما، تامر عبد الحميد مدربا، ويوسف حمدي مدربا مساعد، ومجدي بهلول مدربا لحراس المرمى، ومحمد إبراهيم مديرا للكرة. أعلن مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة علاء خشب اليوم الأحد قبول استقالة طارق عبد الله المدير الفني للفريق ومحمد إسماعيل المدرب العام، وقرر مجلس إدارة إنبي وفقا لبيان رسمي صادر اليوم تكليف خالد متولي بتولي مهمة المدير الفني بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الرجاء بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، كما تقرر أن يتولى السيد ياسين منصب المدرب العام وهاني عبد الله منصب المدرب المساعد، ويتولى خالد خليل منصب مدرب حراس المرمى.